ازيك يا باشمهندس ربايك؟ يا ريت الناس بس تبدأ تغير أساميها، الناس اللي موجودة تبدأ تغير أساميها. هحاول إن شاء الله يا باشمهندسة دينا. هحاول إن شاء الله. أخبار الأوتوكاد إيه؟ مش شغالة عليه ولا ركناه خالص؟ عليكم السلام يا باشمهندسة منى. وصل يا باشمهندس صفاء. أكيد هناخد الأسئلة كلها النهاردة، يعني ممكن تسألي يا باشمهندسة دينا. ده يا ريت لو حد عنده أي أسئلة يبدأ يقول. بتطبعيها كايه، كصورة ولا بتطبعيها عادي؟ طب ثواني اشغل بس الشيرنج. طب يا ريت بس عشان انا عاوز اشغل الشيرنج سكرين. طب نغير بس الاسم يا جماعة الأول عشان قبل ما أعمل الشيرنج سكرين. طب ماشي، عشان بس نبدأ نناقش أي حاجة، بس الناس بس تبدأ تغير أساميها، بقية الأسامي.
عشان قبل ما اعمل شيرنج سكرين شيك، عشان لو شغلت الشيرنج سكرين بقيت الناس مش هتقدر تمتحن معايا. ده انا كده كده انا هعيد الاوتوكاد كله. الدعم الفني حاطط لك لينك فيه صورة، ممكن لو ضغطت عليها تظهر لك الصورة، يقول لك ازاي اللينك دون، يقول لك ازاي تغير الاسامي. حاضر يا باشمهندس الصفاء. قدامكم يا جماعة دقيقتين وهشغل شيرنج سكرين شيرنج، ومش ه... يعني الناس اللي جست مش هتقدر تمتحن معانا خالص. بص يا جماعة، النهاردة الحصة هتمشي كالآتي. يعني المفروض يعني اسم ان شاء الله هبدأ أسأله شوية أسئلة معينة، يبدأ يجاوب عليا، هو الوحيد اللي هيجاوب بس في الشات، تمام؟ واللي هيجاوب مش في دوره طبعا مش هسأله، تمام؟ تاني حاجة، تاني حاجة تمام، بحد أقصى بكرة، وهيتم تقييم الرسومات لو بكرة، يعني بحد أقصى بكرة. لو اتبعتت في ميعاد بعد كده طبعا مش هتعتبر، او مش هتعتبر معانا في الامتحان. الناس كلها معايا، في تقريبا 3 بيسب جيست عاوزين بس يغيروا اساميهم عشان نبدأ نشتغل مع بعض. احنا هنبدأ الامتحان بحيث نخلص، ولو بعد كده نبدأ نتناقش مع بعض، مفيش مشاكل. ده كده اللينك اللي عليه الهوم ورك. ماشي يا باشمهندس، اسمي
اه طبعا ده هوم ورك، ده مش هوم ورك، ده الامتحان لحد اقضى اقصى بكره، ده هيبعته بكره الساعه بعد الساعه 12 بالليل، يعتبر مش معانا في الامتحان. طيب يا باشمهندسة دعاء، انتي تشتغلي اوتوكاد ولا اول مرة تسمعي عن اوتوكاد اصلا؟ طب حضرتك ممكن تراجع الفيديوهات الشرح اللي موجودة على أكاديمية الدارين، وده الميل هتبعته على حاجة، ولو في أي أسئلة ممكن تبعتيلي على الميل، وأنا إن شاء الله هرد عليك بإذن الله، لأن كده احنا النهاردة آخر محاضرة يعني. ان شاء الله هنبدأ مع بعض الأسئلة، ما ينفعش يا باشمهندسة ياسمين عشان ممكن حد يعمل كوبي بس، فمش هينفع، هي صورة عشان الناس كلها ترسم وتبدأ تبعت الاوتوكاد. خير يا باشمهندس محمد بري، هنبدأ مع بعض إن شاء الله. لقيت الناس كلها بتبدأ تغير، بس في ناس هنا لسه 65 و70 و69 دي، انت غير أساميهم بس، وهنبدأ مع بعض إن شاء الله الأسئلة، ويا ريت اللي أسأله هو الوحيد اللي يجاوب، عشان اللي هيجاوب مش في دوره يعتبر مش معانا في الامتحان خالص، عشان بس الإجابة. ايه ده يا باشمهندسة منى؟ هي الرسمة سهلة جدا، انك ترسم الرسمة دي مش اكتر. خير يا باشمهندس صفاء، مفيش مشاكل.
باشمهندسة صفاء، باشمهندسة منى، باشمهندسة ياسمين، الناس اللي متابعة معايا من أول الكورس وبتبعت الهوم وركات كلها، تمام. باشمهندسة دينا طبعا، هنبدأ إن شاء الله الأسئلة. بس أنا مش عاوز أبدأ إلا لما الناس كلها تغير أساميها. في 2 هنا، في 3. أوكي، اوكي يا باشمهندس زين. اوكي يا باشمهندس زين. هي الرسمة، لا اللينك، اللينك شغال، انا لسه رافعها حالا. اللينك ده اللينك شغال. شغال يا جماعة، مش شغال ازاي يا شانسين؟ ده الامتحان عشان امتحان الفصل، ده الامتحان ان شاء الله. بحد اقصى يتسلم بكره قبل الساعه 12 بالليل مساء. اللينك شغال عشان نسيم. في شهاده طبعا. هنبدأ إن شاء الله الامتحان بالترتيب كده يا جماعة. اللي عامل اسمه جسم، مش هقدر أسأله يعني. وياريت اللي أسأله بس هو اللي يجاوب. هي باشمهندسة أماني موجودة؟ تمام. هو أمر كوبي يا باشمهندس أماني باختصار ايه؟ تمام يا باشمهندس أماني، قصدي عليك انت. يا ريت يا جماعة بس بلاش نكتب على الشات دلوقتي، اما نخلص أسئلة
نبدأ نكتب اللي احنا عاوزينه بعد إذنكم. طيب يا باشمهندس أماني، في سؤال تاني؟ يا جماعة بس لو سمحتوا، لو سمحتوا ممكن بس ما نكتبش على الشات دلوقتي خالص. يا جماعة بس اللي أسأله هو بس اللي يكون اللي شغال معايا على الشات. هو اختصاره تمام، هو اختصاره سي او. طب امر مستطيل او ريكتانجولار؟ يا ريت جست 80. انا بسأل حد معين دلوقتي، ما ينفعش انت تجاوب. طيب يا باشمهندس أماني، لو انا عاوز اعمل ريكتانجولر بأبعاد معينة هعمله ازاي؟ ممكن افهم يا باشمهندس محمد ايه اللي انت كاتبه؟ ويا ريت، انا قلت يا جماعه ما نكتبش حاجه. لا انت، انا قصدي تمام، ممكن. طب لا، انا عاوز ادخل طول وادخل عرض، ادخله ازاي عشان نسمي؟ يعني بعد ما اكتب REC بدخل الطول والعرض على طول، ولا في حاجة بكتبها الأول؟
تمام يا باشمهندس عماني. يا ريت يا جماعة اللي هيكتب وحد بيجاوب تمام، هنضطر نشيله خالص من المحادثة تمام، هيتعمل له اجنور خالص. اوكي تمام يا باشمهندس عماد. ماشي يا باشمهندس صح. امر اكستند اختصاره ايه؟ طب لما بضغط اي اكس بعدين بعمل ايه؟ محدش يكتب يا جماعة غير اللي بتسأل بس. لا مش قصدي كده. خلاص اوكي عشان صح باختصار اي اكس انتر خلاص مش مشاكل. طب امر باشمهندس احمد حسن، امر روتيشن طب امر سيركل ممكن ممكن يترسم بكم طريقة؟ في كمان طريقة لو مماس ومماس ونص قفل تمام. اوكي تمام شكرا يا باشمهندس صح.
باش مهندسة. اوكي مفيش مشاكل. باش مهندسة ياسمين. آه يا ريت ممكن اعرف امر سكيل اختصاره ايه؟ تمام. أمر تريم وبيعمل إيه؟ لا أمر تريم ماشي. اوكي امر سكيل. اوكي تمام. انا عاوز امر تريم. انجي محمود زكريا او محمود ما مش عارف الاسم اللي بعديه. يجهز نفسه بعد عشان ده اسمي. انجي محمود زكريا. اوكي بعد عشان بعد مش مهندس اسمي. امر تريم بيعمل ايه؟ يا باشمهندس محمود انا قلت بعد باشمهندسة ياسمين ما قلتش تباب دلوقتي. مش اسم محمد. اوكي يا باشمهندسة زينب بس يا ريت تبعتي مهمة طبعا بس ابعتي بس الهومورك. بعد كده يا باشمهندسة ياسمين عليكم السلام يا باشمهندسة زينب. امر ستريتش اختصاره. تمام شكرا يا باشمهندس ياسمين. اوكي تمام باشمهندس محمد زكريا.
عمرو شنفر اختصاره ايه؟ شامفر CHAMFER. اوكي تمام. طب باختصار امر فلت. طيب بجيب الاوبشن بتاع الاوتوكاد ازاي؟ اختصار مش عاوز اجيبه ازاي؟ بجيب الاوبشن بتاع الاوتوكاد ازاي؟ بروبرتيز. شانس محمد. طب اختصاره اوكي. اختصاره تمام. اوكي مش مشاكل، هتعرف كمان شوية. طيب امر بوليجون اختصاره ايه؟ مضلع. هنعمل مضلع. تمام. طيب شكرا يا استاذ محمد. يا ريت يا جماعه الناس اللي هتبعت، بس قبل ما نكمل، الناس اللي هتبعت المورك يا ريت تبعت بس اساميها كامله معاه، الاسم كامل يعني. انا على الميل بتاعي. يا باشمهندسة مهندسة منى، باشمهندسة منى، عليكم السلام. مش هنتفصل. باشمهندسة منى،
عمرو لير اختصاره ايه؟ لير امر لير تمام. طب لو انا عاوز اجيب احداثيات اي نقطة بأمر ايه؟ لا عاوز اجيب احداثيات اي نقطة. لا فكر شوية يا باشمهندس، احنا كنا خدنا الأمر إن أنا أقدر أجيب منه احداثيات أي نقطة. دي ال اي دون أمر تاني هيقول احداثيات. اوكي طب سؤال غيره. قلت انا كنت سألت باشمهندس قبل كده، قلت بتاع الاوتوكاد اختصاره ايه؟ ان انا بقدر اغير منه وظيفة الرايت كليك. تمام يا باشمهندس. اوكي شكرا يا باشمهندسة منى. باشمهندسة صفاء، عيب ايه؟ هو خلاص كده يا باشمهندسة منى. اوكي هجيب في اختصارات، في الاختصار بتاع الدايمنشنز ايه؟ لاين دايمنشن. تمام. طب الاختصار بتاع التهشير في اختصار لتهشير اللي هو ان هشر حاجة سوليد او الوان. لو سمحت جيست 95 انا بسأل حد معين مبلاش نجاوب.
اوكي عشان صح، ممكن تنتظر بس. يا ريت يا جماعة نهدى، أنا بسأل باشمهندس صفاء دلوقتي، محدش يكتب على الشات إلا باشمهندس صفاء. لا مش مظبوط. طيب كنت سألت باشمهندسة منى أمر إن أنا أجيب منه إحداثيات أي نقطة، إيه هو؟ تمام. مظبوط. خلاص اوكي، شكرا عشان الصفاء. تمام كده. مش مهندسة دينا؟ السؤال اللي باشمهندس صفاء ما جاوبتش عليه، ان انا اجيب اعمل تهشير سوليد او الوان متداخله مع بعض. تمام. طيب اجيب الاوبجكت سناب ازاي؟ الاوبشن او الاوبشن بتاع او السيتنجز بتاعت السناب. يا باشمهندس، باشمهندس محمد، ما ينفعش، انا بسأل حد معين، ما ينفعش حد يجاوب. تمام باشمهندس سليم. بعدين كده يعني، ده في اختصار ليه، عارفاه؟ اوكي يا باشمهندسة دينا. وبعدين يا باشمهندس محمد، خلاص اوكي تمام، خلاص يا باشمهندس ادينا كده خلاص. في بقى ناس، باشمهندس احمد ممدوح، لو انا عاوز اخلي قيمتها صفر وصفر وصفر بعمل ايه؟ باشمهندس احمد، لو انا عاوز اخلي نقطة احداثياتها صفر، اكس بصفر، واي بصفر، وزد بصفر،
طب باشمهندس حسن، باشمهندس حسن خلاص تمام، باشمهندس احمد ممكن تجاوب. ما انا قلت انا عاوز اخلي بوي اي نقطة عندي، عاوز في نقطة عندي في الرسمة عاوز اخلي احداثياتها صفر وصفر وصفر، هعمل ايه؟ في نقطة عندي في الأوتوكاد عاوز أخلي إحداثياتها صفر وصفر وصفر، لو سمحت يا باشمهندس محمد. عندك واضح يا باشمهندس محمد، عنده هو بيقطع، ما ينفعش نتكلم بالطريقة دي يا باشمهندس احمد. ريفريش للصفحة باشمهندس حسن، حسن تي او كحاسب حسن حاجة، باشمهندس حسن لو انا عاوز اعمل نقطة احداثياتها صفار هعمل ايه؟ انت ممكن يا باشمهندس احمد هتنتظر بس، انا بس يا باشمهندس حسن دلوقتي وبعد ما يخلص هسأل حضرتك. اوكي اوكي في طريقة تانية كنت قلتها، في طريقة أنا كنت قلتها يا باشمهندس حسن، حضرتك بتحضر ولا أول مرة؟ طريقة تانية غير دي، طيب اختصار أمر أرك إيه؟ اختصاره اختصار عشان تحصل
تمام. بس هو ليه اختصار؟ اه تمام اوكي، شكرا عشان تصحصح. باشمهندس محمد، شكرا عشان تصحصح. باشمهندس محمد، تعرف طريقة تانية ان انا اخلي احداثيات اي نقطة صفر؟ طيب لو انا عاوز اعمل تهشير ان انا اخليه سوليد او الوان متداخله، اختصاره ايه؟ لا مش حضرتك يا باشمهندس محمود زكريا، محمد زكريا، انا بسأل. لا لا انا بسأل حد تاني. لا لا مش مظبوط يا باشمهندس محمد. طيب أمر ميرور اختصاره؟ غلط باشمهندس محمد عبده، أنا بسأل حد، ده امتحان مش أسئلة عادية، يعني مش انا بسأل كده او دردشة، انا بسأل بس حد معين هو اللي يجاوب. مش اختصاره كده عشان محمد. ميرور ميرور اختي، امر ميرور مش موديفاي. ايه موديفاي؟ اختصاره على الكيبورد، مش عاوز اختصاره ايقونه. لا 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 طب غلط. هو طب هو امر موف اختصاره ايه؟ طب ما انت كنت لسه قايل ايه من فوق دلوقتي؟ لا انت لسه قايل ام فوق ام بعد قبل ام اي ار، قلت ام فوق. متأكد ان الامر مو اختصاره ام انتر؟
اوكي يا باشمهندس محمد، شكرا. يا باشمهندس طارق، باشمهندس طارق، باشمهندسة زينب موجودة؟ لو موجودة اتفضلي. موف صح، ميرور غلط. باشمهندسة زينب، باشمهندسة زينب، طب باشمهندس طارق، باشمهندس محمد عبده، خلاص اوكي. ممكن اختصار امر ميرور؟ تمام. طب اختصار أمر الري، طب أمر كتابة، أنا أكتب على كده، اختصاره إيه؟ اختصاره دي اختصار. اوكي تمام. طب امر ماتش بروبرتيز، اختصاره كتاب. شكرا يا باشمهندس محمد عبد. في حد، اوكي، في حد لسه موجود هنا وما اتسألش؟ من الناس اللي كاتبة اساميها بس، اللي كاتب لسه جيست مش هسأله، معلش. اوكي تمام يا جماعة، كده الأسئلة إن شاء الله خلصت. تمام. لو حد عنده أي استفسار أو عنده أي سؤال يقدر يقول.
تمام يا باشمهندس احمد. تمام يا باشمهندس صفاء. اوكي يا باشمهندس سامي. مش فاهم سؤالك يا باشمهندس صفاء. في شهادة يا باشمهندس صفاء حسن. ممكن باشمهندس لباك تحط بس لينك بتاع المحاضرات اللي فاتت. امر ماتش بروبرتيز عشان اجيب الخصائص اللي بتشترك فيها، بعمل ام اي انتر وبضغط على اي حاجه انا، اي عنصر موجود عندي، وبضغط اس اي انتر. تمام. لاحظي وانت بتشيل اي خصائص تانية ان انت مثلا يكون العنصر ده جوه لير معين وانت شلتي مثلا اللير، فما بينقلش خصائص اللير. يعني في حاجات ممكن تشيليها تلغي حاجات تانية. اوكي ممكن يا باشمهندس اماني انا هحط، ممكن بعد كده هحط على الايفنت مجموعة من الرسومات ممكن نرسمها. ممكن امر اختصاره ال اي واي باشمهندس محمد زكريا، اختصاره امر ال اي واي اي اس او لي ايزو. تمام. واضغط على اي عنصر جوه لير معين هيروح قافل كل العناصر التانية ما عدا اللير اللي انت اتكيت على اللير اللي بيحتوي على العنصر اللي انت ضغطت عليه. امر اختصاره لي ايزو. هو في الماتش بروبرتيز بينقل كله، بينقل كله باشمهندس صفاء. يا ريتني لو بس الاستمارة اللي هي موجودة اللينك بتاعها ده. ممكن يا باشمهندس محمد هتلاقي المحاضرات اللي فاتت زي ما باشمهندس الباكر دعم الفني كاتب، هتلاقي المحاضرات اللي فاتت متسجلة.
في اي حد عنده اي استفسار تاني؟ اوكي باشمهندسة دي. اوكي هشوفه اوكي بعد المحاضرة. ممكن طبعا مش نسامي مشروع زي عشان حسن مشروع يعني امتى؟ النهاردة اخر محاضرة. انهي سؤال ده عشان اسمع؟ انا يعني كنت سألتك تقريبا ان انا عاوز اجيب احداثيات اي نقطة في اختصار، ف اللي هو دي اي انتر اي دي انتر صاروا اي دي انتر. احاول عشان حسن. اوكي حاولي يا باشمهندس صفاء. تمام، ولو ما حصلش حظ يعني انت بتبعتي بعته هوموركات كتيره جدا يعني ومتابعه معايا كويس. فمش تقلقي يعني. اوكي ولا يهمك عشان تصحى. بس ايه لازم ترسم بس الامتحان ده اللي هو موجود على الايفنت دلوقتي. اوكي عشان صح الفصل. لا اخر ميعاد بكره. بجد انا كنت مستمتع معاكم قوي ويا رب اكون فدتكم يعني.
ربنا يكرمك عشان سلبي. ربنا يكرمكم كلكم إن شاء الله. ربنا يكرمك عشان سلبيك. ربنا يخليكم كلكم. ان شاء الله اكيد مش هندسه دينا باذن الله. ربنا ان شاء الله يسهل يا باشمهندس امين. في أي استفسارات تانية قبل ما ننهي المحاضرة إن شاء الله؟ لا الايفنت شغال زي ما هو، ممكن نتواصل على العادي. اي وقت يا باشمهندس سامي ممكن نتفق على الايفنت ان شاء الله. عليكم السلام يا باشمهندس. يعني خلصنا للاسف يا باشمهندس. ممكن حضرتك هتعمل الهومور كده بس مش اكتر يعني. ده كده الامتحان دور، واخر يوم يتسلم فيه بكرة ان شاء الله. بجد شكر خاص بجد المهندسة لبيك. تمام عم بجد تعبت معانا كتير يعني. باشمهندسة فاطمة بجد الناس دي تعبت معانا كتير جدا يعني. ربنا يكرمك عشان نصبر. الله كده اشوفكم في كورس قريب باذن الله، وان شاء الله هنكون متواصلين مع بعض على الايفنت. ربنا يكرمك يا رب عشان نصرفين. اتفضل يا باشمهندس رضا.
شكرا عشان نستارت. سلام يا باشمهندس محمد. ان شاء الله يكون في قريب كورس اوتوكاد سي دي باذن الله. بجد بس ممكن اكيد طبعا في كبرنامج برنامج زي اي برنامج ممكن يبوظ طبعا. بجد بشكركم جدا وان شاء الله نتقابل قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.